عايز اسالك تحديدا عن اللاعب المصري الدولي محمد النني، رايك في مسيره محمد النني الطويله مع فريق ارسنال؟ Yeah. No, you know, this is كما تعرف هذا اللاعب كان شبيها ببوسكيتس حينما قدم، هو خط وسط، لديه رؤية جيدة للملعب، ليس سريعا جدا ولكن يمرر الكرة بشكل سهل وبشكل جيد. بالنسبة لي هو لاعب جيد، ولكن في الفرق الكبيرة يجب عليك أن تصبر على فرصتك، لأن العديد من اللاعبين يريدون أن يلعبوا، وكل مدير فني لديه بعض اللاعبين المناسبين والمناسبين للتشكيلة الأساسية. بالطبع يجب عليك أن تصبر على الفرصة، لكني أحبه. هو يحتاج أن يظل في أرسنال وأن يتدرب بأفضل شكل وأن يظهر أفضل مستوى لديه ليشارك في التشكيلة الأساسية.